بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا الحلقة اللي فاتت يا جماعة عن HTML Page Structure، اليوم هنتكلم عن CSS Page Styles. النهاردة هنتكلم عن ملف ال CSS وازاي نستايله. آخر نتيجة وصلنا لها كان الموقع بالشكل البسيط ده، النهاردة هنحاول نستايله لغاية لما يوصل بشكل ملائم أو شكل مقبول إن شاء الله بإذن الله. طيب، أنا كان عندي ملف ال HTML بتاعي يا جماعة، أنا كنت غلطان برضو في الستايل شيت، أنا كنت كاتبها غلط، كان عندي السبيلنج بتاعها فيه مشكله يعني. فانا هعمل حاجه، بس الديفيجن بتاع الرايت كولوم انا ده اللي هخلي فيه نصوص بعناوين كبيره شويه. في الليفت كولوم انا الاتش 2 هخليها اتش 3، يعني هحاول اقلله شويه صغيرين علشان يبقى معدل انقرائيه الصف اليمين اكتر من، او يعني الخط اللي في الناحيه على البار اللي على اليمين اكبر شويه. وبالنسبه للفوتر انا هخليه اتش 4 عشان ما يبقاش شبه الكونتنت يعني. بس ده التغيير اللي انا هجريه في ملف الاستراكشر اتش تي ام ال بتاعي. اروح بعدين على ملف المين دوت سي اس اس، هضغط عليه كليك يمين واعمل سبليت رايت كده معايا الاثنين. اول حاجه اجربها، اجرب السلكتور العام، اجرب البادي، اجرب ان الربط شغال ولا لا يعني. background dash color هقول له نفرض مثلا ريد لون صليت، مش هتفرق يا جماعه، انا بس بحاول اجرب الربط ناجح ولا لا. تمام كده، الربط بتاعي ناجح والامور تمام. هرجع بقى الكود، انا كده هشتغل بقى الستايلات بتاعي. طيب بصوا يا جماعه، قبل ما اتكلم عن اي ستايلات عايز انوه لنقطه يا جماعه بصراحه مهمه، اللي هي سي اس اس ريست. سي اس اس ريست ايه يا جماعه؟ سي اس اس ريست ديت يا جماعه ببساطه مجموعه من الستايلات بنستخدمها عشان نتغلب على الديفولت سيتنجز بتاعت البراوزر. طيب مش فاهمين، بصوا يا جماعه، الملف اللي احنا عاملينه ده من غير اهو الافتراضي بتاعه، بصوا الحاجات الافتراضيه انه واخد هامش من، واخد بادنج من فوق، واخد بادنج على الناحيه اليمين، واخد بادنج ما بين الاتش 1 واللي بعد منه، وما بين البي واللي تحت منه، كل ده اسمه البراوزر ديفولت سيتنجز. البراوزر هو اللي بيحط الحاجات ديت بشكل افتراضي. تمام، المسافات، المارجن، احجام الخطوط، الوان الخطوط، الكلام اللي الكلام ده كله عباره عن اعدادات افتراضيه في قلب المتصفح. طيب الفكره يا جماعه بتاعت السي اس اس ريست ديت ان انت بتحاول تجبر المتصفح انه يغير الاداه الافتراضيه للعناصر اللي انت محتاج تغيرها. تمام جميل. عشان كده يا جماعه نقطه مهمه بالله، السي اس اس ريست ديت يا جماعه الكودز ديت بتتكتب في اول حاجه خالص في ملف السي اس اس عشان تعمل ريست للديفولت قبل ما تحمل السبيشال ستايلنج بتاعتك انت. انت بتصفر او بتغير الافتراضيه بتاعت المتصفح، بعدين بتعمل لود لمين؟ للاعدادات اللي انت عايز تشتغل عليها. طيب جميل خالص، يعني احنا هنحاول نلغي الحاجات الافتراضيه ديت. نعمل لها، انا مش هنلغيها، نعمل لها ريست، يعني هنحاول نعمل لها احنا سيتنج، مش هنشتغل على الديفولت سيتنجز، لا احنا هنحط لها بدايه، احنا هنحط لها سيتنج، هنظبطها زي ما احنا عايزين وزي ما الديزاينرز عايزين. طيب اوكي جميل خالص، خلونا ندخل على الملف السي اس اس تبعنا كده. البادي شغال. قبل البادي يا جماعه، والنقطه اللي انا كنت بقولها يا جماعه من فوق، اوكي انا هدي لنفسي مساحه واقول يا ريت بالله نركز في النقطه ديت. اتش تي ام ال كوما بادي كوما ديف كوما اتش 1 كوما اتش 2 كوما اتش 3 كوما اتش 4 كوما وبي. بس دولت انا هخلي البادنج بتاعهم زيرو والمارجن بتاعهم زيرو. ديت يا جماعه ده الريست اللي انا بتكلم عليه.
يعني انت بتطلب من البراوزر بالله بعد اذنك خلي لي ال HTML والبادي والديف والليتشن، انت فاكر انك خلي لي البادنج بتاعه صفر والمارجن بتاعه صفر، اهو انت كده بتعمل ريست للبادنج على المستند كله او على البادنج على السيلكتورز اللي انت عايز محددهم فوق. قد يتبادر للذهن ان الريست ده طويل شويه. بص بقى على إريك ماير، بص على إريك ماير، وهو إريك ماير ده واحد من الناس اللي ليها باع في الديزاين يا جماعه، هنشير موقعه في نظام اداره التعلم. بص الريست بتاعه جايب كل اتش ام ال وبادي والسبام والابلت وحاطط فيهم والاي فريم والكلام ده كله، خلي المارجن والبادنج والبوردر والفونت ده ريست. المشكله في الديزاينرز يا جماعه انه بيروح عامل كده، ياخد الكلام ده كله بكوبي ويروح يكوبي ويروح يحطه على المستند بتاعه وبيست اوكي وتمام زي الفل، انا عملت ريسيت. ديت يا جماعه بيعارض الفكره. طيب خلونا ناثر على الفكره يا جماعه نفسها. انا خليني اشيل الخلفيه عشان الامور تبقى اوضح. عملت كنترول اس تمام، انا كده عامل ريسيت. وبصوا بالله يا جماعه لو انا عملت ريفريش، طبعا هتلاقي الكلام ديت داخل في بعضه، الموقع هيرشك فوق، الامور كلها مش واخده بادنج، مفيش مارجن، مفيش الكلام ده. ده المطلوب اكزاكتلي يا جماعه. انت شايف الكلام ده بالنسبه لك امر مجلك او شايفه ان انت كده مش متظبط؟ لا لا، الفكره كلها يا جماعه ان ده بيحدد لك جاست بوينت تو ستارت، بيحدد لك نقطه لاجل ان انت تبتدي من هنا. طيب بعدين انت بتبتدي تحدد البادنج اللي انت عايزه، المارجن اللي انت عايزه. مش هيكون عند المتصفح اي مشكله في انه يحدد لك المارجن بتاعك او البادنج بتاعك بالظبط، لانه مش هياخد من اللي هو مخزنه، لان انت فضيت اللي هو مخزنه، فانت بتبتدي من الصفر يا جماعه. المبدا اللي احنا شغالين عليه الفيكسد، احنا بنشتغل على بيكسل يا جماعه، فانا يهمني خالص اني اعمل كنترول على كل بيكسل، ابقى فاهم كويس خالص كل بيكسل رايح مني فين وجاي مني فين، فانا يهمني خالص اني اصفر النقط اللي انا محتاجها علشان يحدد لي بدايه. لما احط بادنج بزيرو او لما احط بعدين بادنج بخمسه، تبقى البادنج بخمسه بيكسل، مش بادنج بخمسه بيكسل مع البادنج الافتراضيه بتاعت البراوزر اللي هي خمسه بيكسل، وانا كل شويه اقعد اتلخبط اجمع خمسه وخمسه. لا، الله الغني عن القصه ديت، انا اعمل ريسيت للحاجات اللي انا عايزها علشان ابتدي. لما اقول بادنج 5 بيكسل يبقى انا شغال بادنج 5 بيكسل، مش شغال بادنج 5 بيكسل و5 بيكسل افتراضي او اكثر من براوزر. فما بالك بقى كل براوزر بيحط لك بادنج زي ما هو عايز، وكل براوزر بيحط لك مارجن زي ما هو عايز، وانت تتوه بقى ما بين كروم وما بين فايرفوكس وما بين البادنج الافتراضي بتاع كذا وكذا. لا، الله الغني، انت صفر النقط اللي انت محتاجها. طيب المشكلة يا جماعة، المشكلة في الريست ديت ايه؟ المشكلة في اني انت بتعمل زي ما الناس بتعمل اللي انا كنت بقوله من شوية، يجي لك الديزاينر ياخد المكتبة بتاعت إريك ماير ديت كلها بكوبي ويروح عند الكود تبعه ويروح عامل لي ليها بيس. وايه كنترول اس هو فرحان وعمل ريست، انت كده عملت كارثة. انا مش بنهول من الامور يا جماعة، بط اكشولي ايه الكارثه في ايه؟ هتبان لما انا قلت النقطه الثانيه يا جماعه. المشكله في ان انت بتعمل لود على البراوزر، يعني انت مش بس بتطلب من البراوزر ان هو يشغلك على الاعدادات بتاعتك انت، لا لا لا، خد بالك انت بتطلب منه ان هو يصفر الاعدادات الافتراضيه بتاعه. علشان كده انا بقول انت بتحط ريست في اول مستند السي اس اس، علشان هي اول حاجه بتبتدي تعملها ريسيتنج، بتتصفر قبل اي شيء، قبل ما الكاستم سيتنجز بتاعتك انت، ستايلاتك انت بتاعت السي اس اس يحصل لها اي شيء، انت لازم تكون مصفر اللي انت محتاجه، عشان كده بتكتبها من فوق خالص قبل اي حاجه. طيب اكزاكتلي، ممتاز خالص. انت بتعمل ايه الكلام ده كله؟ يعني انت بتطلب من البراوزر انه يعمل ريسيت لكل واحد من دول. بعد ما يعمل ريسيت لكل واحد من دول يبص على الكاستم سيتنج بتاعتك انت، يدور بقى انت حطيت بادنج للبادي، حطيت بادنج للديفيجن، حطيت مارجن للبي، مشكلة انت بتعمل لود كبير جدا على البراوزر، فما بالك بقى واللي انت لسه هتحط بقى ملفات جافا سكريبت، فما بالك بقى ولسه بقى حاجات كتير. فده مش مطلوب، مش مطلوب يا جماعة، ده مش مطلوب يا جماعة، بالله يا جماعة، بالله عليكم.
الخلاصه في ملفات السي اس، الخلاصه في السي اس اس ريست يا جماعه بعد اذنكم ناخد بالنا من النقط ديت. الخلاصه في السي اس اس ريست، استخدم الريست علشان تصفر او تعمل ريسيتنج. انا مش داخل انا بصفر بس، ممكن تعمل القيمه انت وتحطها واحد براحتك، اب تو يو. انا بحطها لصفر دلوقتي عشان اشتغل فيكس. تمام، انت بتستخدم السي اس اس ريست علشان تصفر العناصر اللي انت متاكد، اللي انت متاكد، اللي انت متاكد ان انت راح تستخدمها، ولو ما صفرتهاش هتعمل لك ايشوز، هتعمل لك مشاكل مع الديفولت سيتنجز، مع الافتراضات الاعدادات الافتراضيه بتاعت البراوزر تبعك. متفقين؟ ده الخلاصه كده في السي اس اس ريست علشان نكونوا في الصوره. وانا هعمل كنترول اس، انا مش هضيف نقطه ثانيه على السي اس اس ريست، لكن انا اقول ان في الفيكس ده هنتكلم عنها، لكن ان شاء الله باذن الله في الامور الثانيه هيكون لينا بقى مع مكتبات ثانيه افضل من الريست. وربنا يسر، هنحاول نشوف الفروق بقى ما بين الريست ومكتبه زي مكتبه النورمالايز والكلام ده، هيبان ان شاء الله باذن الله. طيب اوكي، انا برضو مش هنسى دور الكومنتنج يا جماعه، وانا هقول له جلوبال ستايل. تمام، وانا نفس المبدا برضو، انا بقول جلوبال ستايل ستارت، انا هقول والله الجلوبال ستايل بتاعتي بتبتدي من هنا، واخد الكلام ده كله برضو اديله سنه لتاب، واخد كوبي وانزل تحت واقول له جلوبال ستايل انت. ده يعني ديت يا جماعه ستايلات جلوبال عامه خالص، بره بره اي حاجه، مش تبع جزئيه معينه، يعني مش تبع الكلاس اللي اسمه مش عارف ايه، لا لا دي كلاسات بره القصه ديت. اوكي جميل، ومن ضمن الجلوبال بقى ان احنا هنبتدي نحط البادي بتاعتنا اللي احنا كنا لسه واخدينها، خلونا نمسحها ونضيفها جوه. البادي اول حاجه راح نستايلها يا جماعه ان شاء الله باذن الله البادي. واكشولي انا هنشتغل ان ديبث برضه عشان ما نضيعش في وقت الناس. نقول الويتس بتاعنا، والوتس احنا متفقين عليه يا جماعه 960 مكسل. اوكي جميل، النقطه الثانيه هتكلم عن مارجن. انا مصفر المارجن، ها فوق انا عندي المارجن صفر، هقول له مارجن زيرو اوتو، وبعدين 2 اي ام، واقفل القصه دي. طبعا يا جماعه مارجن، المارجن يا جماعه كده كده، افتكرها بالساعه الله يبارك لك يا رب، ها كده من فوق يعني ده مارجن توب. طالما حطيت قيمه واحده في النص وجيتي تاخد لك، ها تاخد لك يمين وشمال، تمام، ديت تاخد لك تحت. لو انت كنت حاطط اربع قيم جنب بعض، يعني لو انت حاطط صفر، الكلام ده في كورس السي اس اس هنراجعه بسرعه، لو انا حاطط صفر 2 اي ام مثلا و2 اي ام و2 اي ام مره ثاني، يبقى ديت كده معناها ايه؟ ديت معناها الطوب من فوق. الساعه بتمشي ازاي؟ بعدين يمين، ديت رايت، بعدين الشعب تمشي ازاي؟ على السته، بعدين ده تحت بوتوم، بعدين الشعب تمشي كام؟ على التسعه، ده يبقى ايه؟ يبقى اسمه ليفت. تمام؟ انا بقى مش هشتغل على القصه دي، انا هشتغل بالصفر واوتو و2 ام، معناها اوتو انا عايز المارجن يتحط فين؟ اكزاكتلي ممتاز، المارجن بتاعي يتحط في النص، يعني القصه دي هتعمل لي سنتر للبادي، فالبادي كده يتحط ايه؟ يعني يسيب هامش على اليمين زي الهامش اللي هو هيسيبه على الشمال، عشان انا قلت له القيم بتاعتك اوتو. تمام، دي طريقه من طرق السنترنج للكونتنت يا جماعه، مارجن زيرو اوتو. طيب بعدين هروح انا اتكلم على الباك جراوند كلر. وفي الباك جراوند كلر يا جماعه بالله، طبعا احنا نشتغل ديزايننج. اوكي، عايز الفت نظر لان في تولز كتيره جدا الديزاينر بتسهل عليهم حياتهم. عندي موقع كان اسمه باليتون BALATTON.com. الموقع ده بيدي لك باليتة جاهزة من الألوان، أنت بتحاول، هو بيقول لك جاست امسك الكلام المحتوى اللي في النص وأنا هجيب لك الألوان القريبة، أنا هجيب لك الألوان القريبة من بعض. تمام يا جماعة؟ مثلا انا هختار انا اشتغل على القصه ديت، فهو على الناحيه اليمين جايب لي الالوان القريبه من القصه ديت، فانا ممكن جاست كليك هو يجيب لي الهيكس بتاع الكود، يعني انا ضغط ضغط على الكود هيجيب لي الار جي بي ويجيب لي الهيكس، فانا يهمني القصه ديت اني اخده بكوبي. مش بس كده يا جماعه، ده من ضمن النقط الجميله خالص ان هو بيقول لي من تحت كلمه اكزامبلز، لو انا ضغطت على كلمه اكزامبلز بيديني مثلا باليته لشكل المحتوى ازاي، شكل الموقع ازاي، يعني اللون ده ممكن تستخدمه في الهيدر، بعدين الفوتر ممكن تستخدم فيه كده وتاخد الهوفر بالتاثير ده، بعدين الفوتر ممكن تعمله بالشكل ده. طبعا انا هعمل كروس وانا مش محتاج الامور ديت يعني. تمام، فجاست انا هولد اللون بشكل عشوائي معاكم اهو، هاخد اللون ديت يا جماعه واهو هحدده
واخده بكنترول سي وارجع للاديتور تبعي واقول له الكلر هاش واللون ده وكوما كنترول اس. ده بالنسبه للجلوبال ستايل بتاعي. وانا جاهز كده اني ادخل على كونتنت على الكونتنت بتاعي. على اول حاجه نستايلها ان شاء الله باذن الله بتكون الهيدر. خلونا نعمل الكومنت بتاع الهيدر يا جماعه. طيب هقول له انا هيدر ستارت هير وانسخ الكلام ده برضو مره تانية بكنترول سي اند كنترول في. تمام اوكي ممتاز جاهز اني ادخل بتاب انا وابتدي استايل الهيدر تبعي. بالنسبه للهيدر يا جماعه انا هدخل على طول ان ديبث على هاي على هايت. طبعا نسيت مكتب السيلكتور. السيلكتور بتاعي يا جماعه الهيدر، والهيدر ده عباره عن ايه؟ او على الناحيه اليمين ده عباره عن ديفيجن، والديفيجن بننادي عليه بايه؟ الديفيجن بننادي عليه بالدوت بالنقطه يا جماعه. فدوت هيدر تمام اوكي. وافتح اكتب الرولز بتاعي. اول حاجه اخدها الهايت الارتفاع تمام، واخلي الهاي بتاعي 96. يا عم ما كانتش 96، احنا كنا مخلينا 150. ركز بالله عليك، انا لسه جاي لي ايه؟ انا لسه جاي لي بادنج، لاني انا هحط ناوي ان انا نحط بادنج. وفي البادنج انا هحط بادنج من كل نواحي 32 بكسل تمام، يعني بادنج 32 بكسل من فوق ومن تحت ومن على اليمين وعلى ومن على الشمال. فلو انت جبت الكالكيوليتر ولا بلاش الكالكيوليتر، 32 على اليمين و32 على الشمال و32 من فوق و32 من تحت. يهمك ايه انت؟ يهمك في الهاي 32 من فوق و32 من تحت يديك كام؟ 64. 64 تجمعها على 96 تديك كام؟ تديك 150. يبقى كده انت واخد الهاي بتاعك متظبط والامور تمام زي الفل. البادنج يا جماعه بتحسب تبع الواتس الكلي والهاي الكل تمام يا جماعه. اوكي جميل. على نفس الشكلة انا اروح شغال على باك جراوند كولر. باك جراوند كولر اوكي. طيب الباك جراوند كولر بتاعي انا برضه هروح اجيبها من الموقع اللي انا كنت شغال عليه من شويه. اكسني خلوني انا كنت شغال ناخد هيدر باللون الغامق شويه، نخلي الهيدر اللون الغامق ده تمام. وطيب انا هاخد اللون ده بكوبي وارجع للايديتور تبعي هاش وكنترول في كنترول اس اوكي. يا جماعه كوني اني زي ما احنا كنا متفقين، كوني اني ما اكتبش ويتس هنا يا جماعه. لو انا ما كتبتوش هو كده واخد القيمه انهيرت، واخد القيمه انهيرت معناها ان هو هيورث القيمه بتاعت مين؟ بتاعت الكونتينر بتاعه الهيدر ده. الكونتينر بتاعه مين؟ الكونتينر بتاعه البادي. والبادي واخد ويتس كام؟ واخد ويتس 67 بكسل تمام كده. فاللي هيمشي على عليه كان لو انا مش كاتب ويتس او كاتب ويتس انهيرت، الاثنين دولت اسمهم ديفولت فاليو. وانا مش هطول في القصه دي تمام. ده اللي انا عايز اضيفه في الهيدر، ومش هضيف ستايلات تاني على الهيدر بتاعي. اوكي جميل. جاهز انا كده اني ادخل على الرايت منيو. هاخد الكومنت ده يا جماعه بكوبي وانزل تحت كنترول في واقول له والله ديت مش هيدر، ديت هيكون عباره عن رايت داش كولومن تمام يا جماعه. ده هيكون عباره عن الرايت كولوم، العمود اللي هو على اليمين اللي هو كان اسمه الرايت كولوم اهو. عشان برضه ما نتلخبطش فيهم وانسخه بكوبي انتر انتر انتر. ادي لنفسك مساحه. وطبعا ديت مش هتكون ستارت، ديت هتكون عباره عن الانت بتاعتك طبعا، وهنا هيكون عباره عن الانت بتاع الهيدر تمام. وتبقى انت كده ان شاء الله باذن الله جاهز عشان نبتدي نكود على الجزئيه ديت. طيب انا نادي على السلكتور بتاعي اللي هو بيكون عباره عن اهو السلكتور اللي هو الديفيجن الكلاس ده رايت كولوم. انا بفضل ان انا انسخه يا جماعه او براحتكم. لو انتوا عايزين تكتبوه برضو اهم حاجه ان انت وبتنادي على السلكتورز بتوعك بتنادي عليهم بشكل صحيح علشان ما تغلطش فيهم.
طيب اول حاجه، طيب يا جماعه فلوت، ها متفقين، ممتاز. ده هتاخد الفلوت ان، ده هتاخد الفلوت على اليمين عشان ده الكولوم اللي على اليمين. ده اول كود راح نكتبه فلوت رايت. ممتاز. النقطه الثانيه نديله بادنج، نديله بادنج فين؟ بادنج رايت. كام بيكسل يا جماعه؟ 32 بيكسل. فاكرين ملف الالستريتور؟ انا بصراحه مش هفتح ملف الالستريتور يا جماعه، بس انتوا حضراتكم اكيد فاكرين احنا خدنا بادنج 32 بيكسل على اليمين و32 بيكسل على الشمال، وفي النص 32 قسمناها 16 و16، فاكرين النقطه دي؟ اوكي دولت يا جماعه على الرايت كله من 32 بيكسل بادنج بتوعه هو. اوكي جميل. والبادنج على الليفت بقى، ها هيكون عباره عن كام؟ لو الناس فاكره قلنا نص ال 32 هناخد منها النص، يبقى تديني كام؟ 16 بيكسل. بادنج ليفت هتبقى 16 بيكسل. اوكي جميل. وانا اديله بقى من عندي بادنج توب. ليه بديله بادنج توب يا جماعه؟ عشان الكونتنت بتاعه النص اللي هيتحط في الرايت كولوم ما يبتديش راشق لي، يعني ما يتكتبش اول حرف راشق في الحرف اللي من فوق. لا انا عايز النص يبقى شكله جميل، فانزله شويه، احذف النص اللي جاي جوه الباء جوه الكونتينر ده، يعني جوه الرايت كولوم ده، حركه 2 اي ام يا جماعه. وانا شغال 2 اي ام، وانا ادي اول ادي ريلاتيف ظهرت معايا، وانا شغلي كله ريليتيف اكشولي، يعني ال 16 ديت عباره عن 1 ام، ال 32 ديت عباره عن 1 ام، بس انا بحاول اصل المفهوم بتاع انت شغال فيكسد، انت شغال بالبكسل. اوكي جميل. ديت بالنسبه للنقطه بتاعت ال 2 ام. يظهر معايا بعدين هنا الويتس اللي احنا كنترول زد اند. الويتس يا جماعه لو حد فاكر الويتس في ملف الالستريتور كان عباره عن 512 بيكسل. اوكي يا رب اكون فاكر وانا ما غلطتش. وبعدين ادخل على الباك جراوند، باك جراوند داش كولر، هاخد اللون بتاع الخلفيه تبعي وانا هحط الشباك واقول له انا شغال على اللون اكشولي اللون الابيض، هكتبها اف 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 واحط السيمي كولن تاعي واخلص القصه ديت. اوكي ماشي. اوكي انا ما عنديش اضافات تاني هعملها على الرايت كولوم العمود اللي على اليمين. طيب اوكي جميل. خلونا طيب نشوف ببريفيو اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي. ادي بريفريش. طيب ادي الموقع، ادي العنوان، وادي ديت بالنسبه للبادنج اللي سايبينه يا جماعه لحد تمام 2 ام من فوق، وهو بالفعل ساب لي 32 بيكسل على الناحيه اليمين، وساب لي 32 بيكسل اهو، تحس ان هو كده ماشي على سطر واحد، وساب لي 16 بيكسل هنا اهو، وحذف لي البتاع ده على الناحيه اليمين. تمام اوكي جميل. مكمل انا كده على ايه؟ على النص الثاني بتاع الموقع اللي هو هيكون عباره عن ايه؟ البار اللي هو على الناحيه الشمال ديت. اوكي جميل. نبتدي ننسخ الامر ديت بكنترول سي واروح عند انت، ادي لنفسي مساحه، وانا مش هشتغل بقى على الرايت دلوقتي، انا هشتغل على ايه يا جماعه؟ هشتغل على الليفت كولوم. اوكي ده الكومنت بتاعي اللي هيشغلني، هوم شيفت اند كنترول سي اند انتر انتر كنترول في، وهقول له بقى مش الستارت ديت هتكون عباره عن شيفت اند. الليفت كولوم اللي هو البار ده يا جماعه اللي هو فيه الثلاث كلاسات اللي فيه ثلاث اتش 1 وثلاث باراجرافات. تمام. الكلاس اللي اسمه ليفت كولوم، انا هنسخ الكلاس ده بكنترول سي، وطبعا لاني شغال على كلاس هبتدي احط دوت، هدي لنفسي تاب ودوت واكتب ليفت كولوم، وجاهز اني نستايل جوه الليفت كولوم. جوه الليفت كولوم ها ايه اول حاجه ناخدها يا جماعه؟ ها ممتاز رائع. الفلوت اول حاجه نبتدي نحطها يا جماعه بتكون عباره عن الفلوت، والفلوت طبعا هتكون عباره عن ايه؟ ديت العمود اللي على الشمال، فهاخد فلوت ايه؟ فلوت ليفت. ممتاز خالص. اوكي بعد كده ناخد مين؟ نبتدي ناخد البادنج. بادنج ها البادنج كانت تفصيلها ازاي؟ البادنج اللي على اليمين ها كان كام يا جماعه؟ فاكرين؟ البادنج اللي على اليمين كان كام؟ اللي على اليمين كان 16 بيكسل اللي هو النص الثاني بتاع ال 32، فاكرين يا جماعه؟ لما نقول بادنج رايت هنا اديني 16 بيكسل، وبادنج ليفت هنا اديني 16 بيكسل، اديني البادنج اللي في النص اللي هو كان كام؟ 32 بيكسل، صح كده؟ اوكي. جيس وات اهو، انت متخيل السهوله اللي انت بتكتب بيها الارقام عشان انت كنت عملت بلاننج صح، فانت الامور بتاعتك يعني شغاله وانت ماشي، مش بتاخد وقت في كتابه الكود. طيب او اقصد في ان انت تبتدي تكتب كود وتحسب الارقام، لا لا انت ارقامك مظبوطه. بيقول والله يا جماعه جيمس ويليامسون
تراست مي، الجزء بتاع البراندنج ديفينتلي اصعب حاجه في الفيكسد. اصعب حاجه في الفيكسد ده ان انت تصمم الارقام. طالما صممت الارقام خلاص الباقي كله شغل كود، شغل كتابه كود، وده امر سهل ان شاء الله باذن الله يعني. طيب بادنج ليفت 16 بكسل، بادنج رايت 16 بكسل، وانا ادي له البادنج ليفت فاكرين كانت كام يا جماعه؟ كانت 32 بكسل زي البادنج رايت اللي هو كانت على البار اللي فوق. وانا برضو هديله بادنج توب ليه يا جماعه؟ زيه زي اخوه تمام، عشان يبتدي النص ما يبتديش يرشك في، يعني النص ما يرشكش في من فوق. هنديله برضو 2 اي ام نفس القيمه. انا ممكن اكتب انهيرت هنا، انا ما عنديش مشاكل. اوكي جميل. وبعدين اكتب له الويت العرض بتاعه، والعرض بتاعه كان عباره عن كام يا جماعه؟ 352 لو الناس كانت فاكره معايا بيكسل. وبعدين هبتدي اديله الباك جراوند اللون، وهيكون برضو نفس اللون الابيض اف 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 و كوما، وانا هعمل كنترول اس. طب خلوني انا اختصر بس البادنج ديت يا جماعه بالله بعد اذنكم. انا عندي بادنج رايت وليفت وتوب، خليني كده انزل تحت واكتب الشورزان بتاعت البادنج. بادنج لو انا كتبت بادنج وسبتها فاضيه، اول حاجه بكتبها ايه يا جماعه؟ اول حاجه بتكون من فوق، ومن فوق عندي كام؟ 2 اي ام. جميل ممتاز. والثانيه بتكون عباره عن اليمين، عندي اليمين كام يا جماعه؟ 16 بكسل. اخد مسافه. اللي تحت بتكون عباره عن البوتوم، البوتوم انا عايز اشيل بادنج، لا اكتب صفر، اخد مسافه. اخر قيمه بتكون كام يا جماعه على الشمال؟ الشمال بتكون كام يا جماعه؟ 32 بكسل. تمام، دي الشورزن بتاع البادنج. كده انا كتبت كود واحد، انا مش محتاج الثلاث سطور دولت. نبتدي نحذفهم ونحفظ كده شغلنا كنترول اس، ونعمل نفس القصه ديت فوق، نعمل له بادنج ونقطتين. اول حاجه من فوق، ومن فوق عندي 2 اي ام، بعدين على اليمين، وعلى اليمين عندي 32 بكسل، بعدين على من تحت، ومن تحت عندي صفر، وبعدين على الشمال، والشمال بتكون عباره عن 16 بكسل. واخلص القصه بتاعتي بالسيمي كولن، احذف انا القصص ديت كلها، واعمل كنترول اس ونشوف ايه اللي تم في الملف تبعنا. ادي ريفرش. اوكي جميل كده افضل. ادي ال 32 بيكسل من هنا، وال 32 بيكسل ثابت منها 16 و16، وساب لي 32 بيكسل، وساب لي من فوق بقى، ساب لي من فوق ال 2 اي ام، وال 2 اي ام زيها هنا، وده طبعا اتش ده اتش 2، وده اتش 3، وده بي، وده بي. جميل. طيب انا اللي عندي الفوتر بتاعي لسه ما اتظبطش، فانا ارجع للنص اللي باجي معايا كده. انا خلصت ليفت كولوم، باجي معايا ايه يا جماعه؟ باجي معايا الفوتر، فانا اروح انسخ القصه ديت علشان نستايل بقى الفوتر. انتر انتر، ندي لنفسي مساحه. وانا هحذف الكلام ديت واقول له فوتر ستارت هير، هوم شيفت ان كنترول سي اند انتر 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 كنترول في، واقول له بعد الستارت بقى هتكون فوتر اند هير، وهيكون عباره عن اخر حاجه في الموقع، وانزل لتحت كمان. وفي الفوتر بتاعي انا محتاج اني اكتب الديفيجن بتاعه، هدي لنفسي مساحه لجوه فوتر. انا المره دي ما نسختوش، كتبته كتابه، بس هو نفس السبيلنج بتاع الفوتر اللي موجود قدام مني، عشان كده انا فاتح الاثنين جنب بعض عشان ما اتلخبطش في اني انقل الاسامي. وفي الفوتر انا نشتغل على هاي زي ما عملت في الهيدر، والهاي بتاعي هيكون عباره عن 48 بكسل. يا عم ما كانش 48، احنا كنا مخلينه اكتر من كده. اقول لك لا، هو 48 عشان لسه جاي لك، ها لسه جاي لك بادنج، عشان احط لك قيم بادنج، واقول لك بادنج 32 بكسل. تمام، 32 بكسل من كل ناحيه. طب 32 من فوق و32 من تحت، 64 64 و48 يدي لك الرقم اللي احنا كنا حاطينه. انا بصراحه مش فاكره دلوقتي هو كان ايه بالظبط. تمام، وهحط بقى الباك جراوند بتاعتي، باك جراوند داش كولر. والباك جراوند يا جماعه نرجع لل بتاع بتاعنا اللي احنا كنا حاطينه ديت. ناخد مين؟ ناخد لون الهيدر، او ناخد اللون الفاتح ده، او ماشي ناخد اللون ده يا جماعه. اوكي هاخده بكوبي. وهو في الغالب الفوتر بياخد نفس لون الهيدر، يعني خليني انا اخد اللون بتاع الهيدر افضل لي. يعني انا لو طلعت عند الهيدر من فوق واخدت
اللون اللي هو كان واخده او اب تو يو، مفيش مشاكل. انا هاخده كوبي وانزل تحت عند باك جراوند كلر واعمل هاش واعمل في. طبعا احنا ناسيين اهم حاجه يا جماعه في الفتره اللي هي بتكون عباره عن ايه، ممتاز الكلير. هعمل كلير لمين يا جماعه؟ هعمل كلير للبوث. ليه يا جماعه هعمل كلير بوث؟ لان انا عندي فلوت ليفت هنا وعندي فلوت رايت، عندي اتنين فلوت. ابقى انا اعمل كلير للبوث عشان الفوتر بتاعي يتظبط ويبقى ابني ناس وينزل من تحت في اخر الصفحه كده. الفوتر بتاعي ما نزلش ليه؟ طيب كلير فيها مشكله؟ كلير الفوتر، فوتر دوت فوتر كلير بوث، صحيح كده. من دوت سي اس اس، ادي كنترول اس، واخد بادنج اي 48. طبعا 48 المفروض اكتب له بيكسل، وكلر بادنج 32 بيكسل، اللون واخد كلير بوس. ان شاء الله كده مفيش مشاكل. لا هو بيقول لي ان في مشكله والفوتر بتاعي مش متظبط، في مشكله عندي انا في كتابه الكود. طيب لو انا نزلت اف او او تي اي ار ايت كلاس، خليني اخده. طيب هو كوبي الواحد ساعات بي، ادي كنترول اس واخد هاي وبادنج. طيب ماشي، خلوني انا احاول اللون. طيب السيمي كولين بتاعت الخلفيه نسيناها برضو، السيمي كولين زيادة ممكن تعمل معاك مشاكل. طيب ان شاء الله كده برضو مفيش مشاكل. تمام كده مفيش مشاكل. ادي اللون بتاعي هو واخد نفس لون الهيدر المفروض. هو انا ما اخدتش لون الهيدر، اخدت لون حاجه تاني، اخدت لون البادي، اخدت لون البادي ما اخدتش لون الهيدر. المفروض اني اخد لون الهيدر. اوكي هاخد لون الهيدر بكوبي وامسح الكلام ديت كله، هو عشان انا كنت حاطط هاش يعني مره تاني. فماشي اوكي كده المفروض اني لو عملت بريفيو هلاقي انه اخد اللون. تمام ده بالنسبه للفوتر بتاعي يا جماعه، وكده انا ظبطت الاستراكشر بتاعي. ناقص لي بس يا جماعه قبل ما افنش الحلقه بتاعت اليوم هتكلم شويه في تايبوجرافي، يعني الكلام هتكلم عن ريدابيليتي شويه وعن التايبوجرافي حبتين حبه صغيرين بالله. طبعا انا عندي مشكله كبيره ان الكلام ده ابيض والهاي مش ستريتش، الهاي مش ستريتش على الكلام ده، فده اتعمل لي مشكله. المشكله ديت هنحاول نحلها ان شاء الله باذن الله، لكن مش الحلقه ديت. انا هشتغل شويه تايبوجرافي دلوقتي، والتايبوجرافي هشتغله من الليفت كولوم. انا الليفت كولوم ده هديله شويه تايبوجرافي بسيطه بره على جنب، يعني بره التايبوجرافي اللي انا هشتغل عليها من تحت خالص. تمام انا نقول له فونت سايز. اوكي فونت سايز يا جماعه هقول له 90%. 90% ليه يا جماعه؟ لاني ده الليفت كولوم اللي هو العمود اللي على الشمال، انا مش عايزه يبقى بنفس حجم العمود اللي على اليمين. العمود اللي على اليمين هو هيكون واخد المساحه الكبيره، فانقرائيته انقرائيه العمود اللي على اليمين ده تكون اكتر من العمود اللي على الشمال، يعني ده تكون اصغر شويه. ده اللي انا عايزه من القصه بتاعت 90% من الجانب التايبوجرافي ده. ديت نقطه. ونقطه ثانيه اللاين هاي، ارتفاع النص هيكون عباره عن 1.6. اوكي طبعا الكلام ديت ما بعدتش كتير عن النسبه اللي انا شغال عليها. ديت اداني جانب كويس الى حد ما، خلالي النص ديت عشان صغير الارتفاع بتاع الهاي ريحني شويه. اوكي ديت جانب عام انا هتكلم عليه، لكن او انا اسف يا ربي، ديت جانب خاص بالنص اللي على الشمال، بالبار اللي هو على الشمال. نبتدي نشتغل تايبوجرافي بشكل عام بقى. فانا اروح اعمل ايه؟ انا انزل تحت الفوتر يا جماعه، اورسي الامر يرجع لك بشكل زي ما انت عايز. انا انزل تحت الفوتر اوكي، وهعمل كومنت واقول تايبوجرافي ستارت هير. تمام اقول والله الوسوم او الستايلز بتاعت التايبوجرافي بتاعي انا ابتديها من هنا. تمام وهحط لها برضو زي ما انا كنت عملت هنا، هعمل لها ستارت وبرضو هعمل لها اند، وهنشتغل بقى شويه الحاجات بتاعت التايبوجرافي بتاعتنا. اول حاجه انا هنشتغلها كنترول اس الاتش 1. الاتش 1 ده اللي هو مين؟ اللي هو واخد العنوان الرئيسي اللي هو كلمه موقع تجريبي. تمام ديت انا نديله فونت تايبوجرافي يا جماعه، وانا هشتغل على خطوط والوان. تمام هديله فونت السايز ده عشان عنوان موقع يا جماعه 2 اي ام.
الجانب ده يرجع لك ديزاينر. اوكي جميل. ناخد كولر لان هو غامق فانا نديله لون فاتح. ناخد لون الخلفيه هاش مع ابيض 3 افات. اوكي جميل. بس انا مش عايز سيمي كولن طبعا، ادي كنترول اس. انا مش عايز حاجه من فين من الاتش 1 تاني. هشتغل على الاتش 2 اتش 2. اوكي انا اخدهم كلهم كده ورا بعض. الاتش 2 برضو هخليه اصغر منه بشويه. تمام. فونت سايز يا جماعه واخليه انا 1.8 1.8 يم بالنسبه براحتي. اوكي 1.8 يم ده جانب كويس. طيب اوكي. ومارجن بوتوم هعمل مارجن بوتوم بواحد ام علشان بس المسافه اللي ما بين الاتش 2 وما بين البي الباراجراف اللي تحت منه، يعني الباراجراف والاتش 2 هم ناشجين في بعض ما بين العنوان وما بين البي. لا انا مش عايز كده، انا عايز مسافه. انا بحط المسافه ديت اللي هي 1 ام بس انا مش عايز اضيف حاجه في الاتش 2. اوكي اخد اتش 3 تمام. وفي اتش 3 هقول له الفونت سايز بقى اصغر شويه. تمام فونت سايز المره دي انا هخليه يا جماعه 1.2 1.2 ايه برضه يا اما انا شغال ايه شغال ريلاتيف، كل شغل ريلاتيف على الوحده بتاعتي. وبرضه مارجن بوتوم، ليه مارجن بوتوم؟ ما انا عندي 2، انا وزعت قيم يعني اتش 3 على الشمال اتش 2 هي اللي كانت فوق. اوكي جميل. فده برضه هتاخد لها هينالها من حب جانب برضه مارجن داش بوتوم وهديها برضه 1 ام نفس القصه بتاعت اللي فوق بس انا مش عايز منها حاجه. وهاخد بالمره اتش 4 اتش 4 اللي هو الكلمه اللي هي بتاعت الفوتر يا جماعه اللي هي جميل حقوق محفوظه ديت، بس انا هستايلها ب فونت سايز واحد بس عشان يكون اصغر من الكل. يبقى اتش 4 وهقول له فونت داش سايز نخليها 1 اي ام بس مش هعمل فيها حاجه تاني وبس. اوكي جميل. هبتدي اعمل كنترول اس يبقى معايا البي يا جماعه البي. طب انا بص بس نظره على العناوين بتاعي، ادي اهو ادي عنوان واخد مسافه، عنوان واخد مسافه، هنا برضو العنوان واخد مسافه، لكن اكشولي في ما بين البي وما بين العناوين الرئيسيه كده باجي اني اظبط البي الباراجرافات. ودي اخر حاجه هنشتغل عليها تايبوجرافي بتكون عباره عن البي يا جماعه. طيب وفي البي انا هشتغل بشويه حاجات كده، اولهم بتكون عباره عن الفونت سايز. تمام فونت سايز وانا اديله اللهم المستعان يا رب ايه 1 ام 1 ام 1 ام بالنسبه لي كويس خالص. ولاين هاي اتش لاين هاي لاين هايت الهايت بتاعه بيكون عباره عن 1.5. اوكي اقل شويه من 1.6. ومارجن بوتوم المسافه اللي ما بين المارجن وما بين البي وما بين الاتش اللي تحت منه. ها عشان كده هقول له مارجن داش بوتوم هقول له برضه 1 ايه او شغلي ريلاتيف كله. ومارجن بوتوم هو وهشتغل تكست اللاين يا جماعه جاستيفاي. الجاستيفاي هتخلي النص ايه اريح خالص للعين. انا اقول له جاستيفاي جاستيفاي. اوكي انا هخلي ديت 2 ام. انا ستايلات يا جماعه مكتوبه قدام مني عشان بس ما اضيعش في وقت حضراتكم. الستايلات ديت انا مجربها قبل كده وكتبتها قدام مني عشان بس ما اضيعش في وقت الناس. واحنا في كورس السي اس اس الحاجات ديت حاولنا نوضحها بشكل كبير يعني. ماشي اوكي. انا هرجع هحفظ وارجع واعمل ريفرش. طيب كده ان قراءه النص كده النص انت تحس كانه مريحك يعني الموقع تحس النصوص مجريه واريح كتير للعين. بس انا عندي مشاكل. ايه المشاكل اللي عندي؟ الاسترتشنج بتاع القصه ديت، وده اللي ان شاء الله باذن الله هنحاول نشوفه الحلقه اللي جايه. ما تنسوا سعيد جدا مني استقبل اسئله استفسارات حضراتكم على موضوع الحلقه ديت وعلى موضوع التوتوريال بالكامل. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.